بمناسبة ما حصل هذا اليوم من اليهود يتناقل بعض الشباب عبارة وهي نعم. يقول بمناسبة ما حصل هذا اليوم من اليهود يتناقل بعض الشباب عبارة وهي وأسامة، فهل هذه العبارة فيها شيء؟ كيف وأسامة؟ وكذا كتب، هذه ندبة، لا يجوز الندبة أو نياحة، لا يجوز. الواجب أنكم تدعون للميت، تترحمون عليه وتستغفرون له، وأن تدعوا على اليهود، تدعوا عليهم بالعقوبة. أما الندبة والنياحة هذا أمر لا يجوز. نعم.